اهلا بيك. النهارده هكلمك عن الولاده الطبيعي، وهي المسار الطبيعي اللي ربنا خلقه لاي طفل ان هو يخرج بيه للدنيا من اي واحده حامل لحد ما جه القيصر وحصلت الحكايه والقصه المشهوره بتاعته. لو عايز تعرفيها اكتبي لي تحت في الكومنتات. فخليكي معايا، انا دكتور احمد بدر الدين. اول حاجه في الولاده الطبيعي هو الميعاد بتاعها، وهو سؤال صعب جدا. امتى هتولدي طبيعي؟ انا معرفش. هي عامه في دراسات قالت ان الاطفال البيبيهات موجوده بتفرز هرمونات معينه تمشي في بروسيس معين لحد ما الرحم بتاعك يبدا الانقباضات بتاعته، وغالبا الميعاد بيكون 3 الفجر او القرن ما يطش، اسمه فعلا القرن طش. بتبدا بانقباضات في الرحم مع نزول علامه الولاده. العلامه دي عباره عن افرازات مخاطيه محاطه بافرازات دمويه بسيطه، وهي عباره عن سده كانت سده عنق الرحم بتاعك اثناء الحمل. ولكن في بعض الحالات البيبيهات بتتأخر شوية في القرار بتاعها، والحمل بيفضل مكمل لحد 40 اسبوع و 42 اسبوع، يعني خلصنا التاسع وبدأنا في العاشر. في اللحظة دي بنبدأ نحفز الولادة الطبيعية عن طريق طلق صناعي او طلق خارجي عشان نبدأ عملية الولادة. هاخدك دلوقتي عند اللحظة اللي بدأت فيها اعراض الولادة الطبيعية، وهي اللحظة اللي انت حسيتي فيها باعراض الطلق او نزول العلامة. هتروحي لاقرب مستشفى او المستشفى المتفق فيها مع الدكتور بتاعك انك تولدي. بعديها بنبدأ بعد الاجراءات اهمها حقنة الابيديورال. الابيديورال حقنة بتتاخد بتمنع الألم تماما أثناء الولادة، مع الحفاظ على قدرتك على الدفع وزق البيبي مع الدكتور اللي بيولدك. بعد كده بنبدأ بعد الفحوصات للبيبي، نشوف وضعه عامل ايه، نشوف النبض بتاعه، نشوف استجابته لانقباضات الرحم، ونبدأ نفحص عنق الرحم بتاعك. عنق الرحم هو بيتسع تدريجيا عشان خاطر يبدأ يعدي راس البيبي. كل الفترة دي انت مش حاسة بأي ألم وموجودة في المستشفى وبتتبعي على فترات معينة لحد ما يوصل البيبي بالسلامة. ازاي تزودي فرصك في الولادة الطبيعي؟ عن طريق ممارسة الرياضة، مشي كل يوم نصف ساعة، وعن طريق مدرب متخصص بالتمارين للولادة الطبيعي وخاص بالحوامل. تمارين الحوامل مختلف عن اي تمرين تاني، وده بلجأ فيه لمتخصص ان هو يساعدك في كتابة برنامج مناسب ليكي ووضعك الصحي. تاني حاجة مهمة جدا هي المتابعة مع الدكتور بتاعك زي ما البرنامج اللي هو رسمه في المتابعة ليه، عشان خاطر نمنع اي حاجات ممكن تعطل عملية الولادة الطبيعي، عشان نطمن عليك ان ما عندكيش سكر والبيبي يكون حجمه كبير، طمن ان القلب قادر ان هو يضخ الدم في عملية الولادة الطبيعية. فاهتمي جدا بمتابعتك. واهم حاجة عشان تولدي طبيعي هو انك تكوني صبورة. اصبري على الحمل لحد ما يكمل فترته كاملة، وان شاء الله الطلق هيجي. لو ما جاش بنلجأ للطلق الصناعي، بس ده بعد 40 اسبوع. قرارك تستعجلي تولدي بيدخلنا في قرار ولادة قيصرية، وده اللي مش مفضله تماما. اخر حاجه هكلمك فيها هي مخاوفك من الولاده الطبيعي، وهي بتلخص في ثلاث حاجات. في ثلاث مخاوف كل السيدات اللي هتولد طبيعي دايما بيخافوا منها. اول حاجه خالص هو انا ممكن اخد وجع الطبيعي كله بعد كده اولد قيصري. حابب اطمنك ان مع استخدام الابيديورال اللي هو سكن الالم اللي استخدمناه اول ما دخلت المستشفى، ده هو نفس البنج اللي بنستخدمه في ولاده قيصريه، بنكمل عليه لا قدر الله احتاجنا نولد قيصري، فما تحسيش باي الم خالص. تاني اكتر حاجه الناس بتخاف منها اول ما تقرر تولد طبيعي انها تولد في الشارع وما تلحقش توصل المستشفى، وده حل بسيط جدا. في اول التاسع بتحددي المستشفى اللي هتولدي فيها وارقام تواصل شخصيه مع الدكتور بتاعك عشان خاطر نبدا الاجراءات بسرعه اول ما يجيلك الطلب. واخر نقطه معظم السيدات بتخاف منها هي التوسيع في عمليه الولاده، وعايز اطمنك خالص ان التوسيع في عمليه الولاده بيكون عباره عن 2 سم او 3 سم، بيتخيط تجميلين وبيبانش خالص، فكل حاجه بترجع زي الاول، فانا مش عايزك تقلقي خالص، وعايزك انت كمان ما تقلقش. شكرا ليكي.